أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قال التحالف السعودي الإماراتي إن قواته رصدت تحركات عدائية لميليشيا الحوثي في مطار صنعاء الدولي. أوضح في بيان مقتضب نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه رصد طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء ضمن أنشطة عدائية، مشيرا إلى أن استخدام المطار كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي. هذا وقبل أيام نشر التحالف مقطعا مرئيا قال إنه يوثق قيام عناصر حوثية بتنفيذ تجارب واختبارات على إحدى المنظومات الجوية للتأكد من فعاليتها عبر استخدامها طائرة أممية أثناء الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: هل يتحرب أو يتهرب التحالف من الضغوطات الدولية الرامية لفتح مطار صنعاء؟ وما حقيقة تحويله إلى سكنة عسكرية؟ لماذا لم ترد الأمم المتحدة حتى اللحظة على اتهامات التحالف لها؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لاستقبال ضيوف هذه الحلقة. في ليلة 26 من مارس 2015 كان مطار صنعاء الدولي يستقبل الغارات الأولى لمقاتلات التحالف حينها. وحينها أيضا قيل إن منظومة الدفاع الجوي أصبحت خارج الفاعلية وتمت السيطرة على الأجواء اليمنية. اليوم وبعد مضي 7 سنوات يعود التحالف ليتحدث عن نشاط عسكري في مطار صنعاء، وأن هناك منظومة دفاع جوي جديدة تتمركز في ساحة المطار. فكيف دخلت تلك المنظومة إلى المطار؟ أو كيف تمكن الحوثيون من صناعتها؟ تلك أسئلة وحده التحالف القادر على الإجابة عنها، فهو المتحكم في الداخل والخارج من وإلى اليمن براً وبحراً وجواً. وليس هنالك من له حرية التنقل في الأجواء اليمنية عدا طائرات الأمم المتحدة وطواقمها. فهل يلمز التحالف بالدور الأممي؟ لربما. ولربما أيضا أن تصعيد الحديث عن مطار صنعاء في هذا التوقيت بالذات بمثابة هروب للأمام من تكثيف الدعوات الأممية لفتح المطار. لكن هناك من سيقول استنكارا لا استفهاما: ومتى أغلق مطار صنعاء؟ والمقصود هنا أن ميليشيا الحوثي كانت ولا تزال تستخدم المطار في سفر قياداتها وجرح حربها عبر الطائرات الأممية ورحلات الوساطة الأخرى. وحدهم اليمنيون من حرموا من السفر عبر مطار عاصمتهم المختطفة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من أبها الصحفي السعودي سلمان عسكر. مرحبا بك سيد سلمان. وأيضا معنا من بيروت الصحفي طالب الحسني. مرحبا بك سيد طالب. ومعنا أيضا من الإسكندرية الخبير العسكري الدكتور علي الذهب. مرحبا بك دكتور علي. مرحبا بكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معك سيد سلمان عسكر. مساء الخير وأهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة. بداية، ما هي أبرز التحركات التي رصدها التحالف في مطار صنعاء؟ بداية أحييك وأحيي ضيوفك الأعزاء وأيضا مشاهدينك الكرام في كل مكان. هذه التحركات يعني لم تكن مجرد أقاويل أو اجتهادات، بقدر ما هي أدلة واقعية أثبتها التحالف العربي من خلال مقاطع فيديو نشرت وتداولت عبر عدد من القنوات التي نشرت هذه المقاطع، تثبت تورط وبصراحة الأمم المتحدة في تسهيل وتدريب ومساعدة الحوثيين عبر مطار صنعاء، الذي لا يزال الحوثيين يطالبون بالتوسع بفتح المطار وتسهيل حركة الملاحة من خلال هذا المطار للمزيد مما تقوم به الأمم المتحدة من دعم للعصابات الإرهابية الحوثية في صنعاء. هذه التحركات الواقعية وليست كما كنا نلطف في السابق ومن فترات طويلة جدا بشبهات أو مثل هذه العبارات التي تضع المشاهد والمتابع في أن الأمر غير صحيح. الآن أدلة واقعية وفعلية على الأرض
تثبت أن مطار صنعاء تستخدم الذي بصراحة كان مفتوحا أمام الطيران الأممي وأيضا من فترة طويلة جدا، يثبت أن الأمم المتحدة تستخدم المطار ليس للتوازن أو للمصالحة أو للدور الذي من المفترض أن تقوم به، بل من أجل دعم العصابات الإرهابية ونقل الخبراء والتدريب على الطيران ونقل كل ما يتطلب. لماذا السعودية لا توجه هذه التهم بشكل صريح وواضح للأمم المتحدة؟ وكيف تفسر أيضا عدم رد الأمم المتحدة على بيان التحالف؟ ليست مسؤولية التحالف أو السعودية أو الإمارات أو غيرها من الدول أن توجه اتهام للأمم المتحدة بقدر ما هو واجب مناط بالمنظمات التي للأسف أنها متواجدة داخل صنعاء وداخل المطار. هذه المنظمات التي غضت البصر تماما عن الانتهاكات التي يمارسها السعوديون. كيف ليس من واجب السعودية وهي بحسب قولها في البيان المتضرر الأول من استخدام المطار في الهجمات العسكرية؟ ألا تستخدم الميليشيا هذه الأماكن لانطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة على أراضي المملكة؟ اسمحي لي أن أوجه لك أولا يعني أن أكمل الفكرة التي لدي ثم تفضل أوضح لك استفساراتك. المملكة العربية السعودية أو التحالف العربي بشكل عام يتساءل أين دور المنظمات الأممية التي هي موجودة على الأرض والتي ننتظر منها نحن وينتظر منها اليمنيين من قبلنا والمجتمع الدولي بشكل عام دورها المناط بها، أين هي التقارير التي ترفع للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي وللمنظمات الإنسانية؟ يعني هل من المعقول 7 سنوات الحوثيين لم يرتكبوا أي انتهاك ويغض الطرف عن ما يقوم ويمارسون به؟ فجروا المنازل، رزر الألغام، جندوا الأطفال، كل ما يقوم به الحوثيين في اليمن حاليا هو انتهاكات صارخة ضد كل القوانين الدولية والإنسانية والسماوية والعرضية. يجب أن نعترف بأن المنظمات الأممية تعمل تحت أن المنظمات في اليمن تعمل تحت منظمة الأمم المتحدة. نعم. وتتجاهل سلمان بشكل تام كل الانتهاكات. هذا ليس موضوع حلقة اليوم، نحن نتحدث عن بيانات. أنا أجيبك على سؤالك ثم سوف أجيبك لماذا صمتت الأمم المتحدة عن الرد، لأن ليس لديها الجرأة في الرد. نحن لم يعني قبل الآن وضع سؤال للأمم المتحدة عندما تم تكريم مبعوثها في اليمن من جانب الحوثيين، وهذا الأمر كان غير مقبول ومرفوض، والهدايا واللقاءات السرية والتكريمات للمبعوثين الأمميين محرمة في القانون الدولي، ولكن للأسف تعاطوا معها في اليمن وقبلوا مثل هذه الهدايا عندما طلب الإيضاح من الأمم المتحدة لك. حول هذه الهدايا. سأعود إليك يا سيد سلمان، سأعود إليك، ولكن دعني أوزع الوقت بين ضيوف هذه الحلقة. أذهب إلى ضيفي سيد طالب الحسني. سيد طالب، إذن كيف يطالب الحوثيون بفتح مطار صنعاء وفي الوقت ذاته يحولونه إلى ثكنة عسكرية؟ نعم، أهلا بك وبالمشاهدين وبضيوفك. يعني أنا أستغرب حقيقة أن يتحدث حالك وتتحدث السعودية عن أن مطار صنعاء الدولي تكنى عسكرية. أولا إذا كانوا لا يعرفون المطار فعليهم أن يعرفوا مساحة المطار وجغرافية المطار وأبنية المطار، ثم يتحدثون أن إن كان هذا يصلح أن يكون تكنى عسكرية أم لا. لا يمتلكون أي أدلة واقعية حقيقية، يعني لديهم مقطع فيديو يعني حقيقة يعني أضحوكة، يعني أن يكون أن يستدل في هذا المقطع على أن هذا على أن المطار سكن عسكرية. المطار معروف. سيد طالب، هذا المقطع الذي تم نشره أليس من داخل المطار؟ إسماعيل. نعم. ليس المطار لا يصلح أن يكون سكن عسكري، لا من حيث مكان المطار ولا من حيث مساحته ولا من حيث الأبنية الموجودة في المطار. المطار مساحته محدودة ومعروف، من يعرف مطار صنعاء الدولي يستبعد تماما أن يكون هذا المطار يمكن أن يستخدم كسكنة عسكرية. يعني وخاصة اليمن ليست صغيرة، صنعاء ليست صغيرة، اليمن ليست صغيرة حتى يمكن فقط أن يلجأ إلى هذا المطار لتحويله إلى كسكنة عسكرية، أمر غير منطقي. ثانيا هذا المطار يعني المفتوح للأمم المتحدة باستمرار، وهو منتج إنساني وحيد
متبقي تستخدمه الأمم المتحدة حتى أصبح مطار للأمم المتحدة. وهذا المطار من حيث يعني هاته أكبر خبير في المساحات وخبير عسكري يقول هل مطار صنعاء الدول ينفع أن يكون سكنة عسكرية، ينفع أن يكون مكان إطلاق الصواريخ. هناك مسكرات وهناك أماكن يعني مهمة استراتيجية جغرافية، مهمة عسكرية جغرافية، تنفع أن تكون مكان لإطلاق الصواريخ غير ما تصنع الدولي يعني. لكن نعم. وإذن كيف تفسر إذن كيف تفسر وجود هذه العناصر وهذه الآليات وهذه التجارب التي كانت واضحة بالفيديو؟ هذه تجربة أطفال، هذه تجربة أطفال، والواضح حتى من الفيديو أنه كان يصور وهو يعلم أنه يصور ويقول له لا تصور. يعني مسألة يعني ليس فيها لا تجريم ولا صواريخ ولا هم يعني ما وليس من هذا القبيل. لكن يعني لأن السعودية تفتقر إلى الأدلة الورعية، إلى الأدلة المنطقية، إلى الأدلة الحقيقية، إلى الصور الحقيقية، حتى يمكن أن تستخدم صور الأقمار الصناعية، أو أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمساعدتها في بدور أقمار صناعية، ويمكن أن يستدلوا وأن يكون لديها إثباتات واقعية. أنا هذا الإثبات وهذا الدليل أن يستدل به على تحويل مطار صنعاء سكنة دولي أمر مضحك وسخرية حقيقة يعني. نعم يعني إذن سأعود إليك سيد طالب لنتحدث أكثر حول أغراض السعودية من قول أن المطار سكنة عسكرية وأنت تنفي ذلك. سنعود إليك للحديث عن أسباب قول السعودية ذلك. أذهب إلى ضيفي الدكتور علي الذهب. دكتور علي، أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. كيف تابعت وقرأت تصريحات التحالف بقوله أن الحوثيين حولوا مطار صنعاء إلى سكنة عسكرية؟ كيف رأيت هذا التصريح بالتزامن مع الجهود الأممية الأخيرة بمحاولة فتح مطار صنعاء؟ دكتور علي، هل أنت معي؟ هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الدكتور علي. حتى يكون معنا مرة أخرى سنحاول معاودة الاتصال به. أذهب إلى ضيفي من أبها الصحفي السعودي سلمان عسكر. مرحبا بك سيد سلمان. إذن سيد طالب الحسن يقول من غير المنطقي أن يكون مطار صنعاء سكنة عسكرية، هو غير مؤهل لا مكانا ولا لأن يكون سكنة عسكرية، والسعودية تفتقد للأدلة الحقيقية على ذلك. من حقي أن يقول ما يشاء، ولكن أيضا من حقي أن أوضح أن هناك مدرسة فقط دونها في عرضها 15 في 10 أمتار في عمران حولها الحوثيين إلى سكنة عسكرية. فنحن لا نتكلم بالمساحات لكي نقول مطار صنعاء لا يمكن أن يكون سكنة عسكرية. بالعكس، من أكثر المواقع التي رصدت فيها منصات صواريخ ومناطق تدريب، وفي مطار صنعاء صالة كبيرة جدا أنا أقولها الآن على الهواء، والمؤيد قبل قرابة 7 أشهر نشر صور لبعض الطائرات أو مجسمات الطائرات الموجودة في هذا الموقع داخل مطار صنعاء، ثم صدرت إليه توبيخات وقام بحذف تغريدته بعد أقل من 3 ساعات. ربما هناك من يقول أن المطار منطقة مكشوفة للتحالف. من الطبيعي أن يكون مكشوفة للتحالف، ولكن أن ننكر ما يقوم به المطار من خدمات لوجستية داعمة للحوثيين تحت مظلة الأمم المتحدة أمر لا يصدق. كشفت الحقائق واتضحت الرؤية، وهناك رسائل واضحة من التحالف العربي للمجتمع المدني تحذر من الابتعاد من مواقع معينة ستكون أهداف للتحالف العربي قادما ومستقبلا. الأخ لا أريد أن أتمدد معه وأتوسع في المساحات الجيولوجية والمساحية وما شابه ذلك. المطار يستخدم لأعمال إرهابية، ولا بد أن توقف هذه الأعمال عاجلا وبشكل سريع، لأن الأمم المتحدة لا تزال تتمادى في دورها الأممي داخل اليمن وتعمل وتشرع للحوثيين.
نعم سأعود إليك سيد سلمان. أعاد معي الدكتور علي الذهب، مرحبا بك مرة أخرى دكتور علي، هل تسمعني هذه المرة؟ أسمعك تفضل. أهلا بك دكتور علي، كيف تابعت تصريحات التحالف واتهامه للحوثيين وأيضا للأمم المتحدة؟ كيف تفسر هذا التزامن لتصريح التحالف مع الجهود الأممية لمحاولة فتح مطار أمام الرحلات المدنية والتجارية؟ تحية للسيادة الأممية وفيكم للمشاهدين جميعا. الواقع يبدو أن التحالف أو نقول المملكة العربية السعودية تواجه ضغوطا كبيرة للتخلي عن شرطها في المبادرة التي أطلقتها هذا العام أو بداية هذا العام بشأن حل النزاع في اليمن، والتي نصت في أحد مضامينها على الوقف الشامل لإطلاق النار وفتح المطار لعدد مطار صنعاء والموانئ مطار صنعاء لعدد من الرحلات الإقليمية والدولية، وركز هنا على كلمة عدد. ولكن الحوثيين يشترطون أن تكون الرحلات مفتوحة دون أي رقابة ويمانعون أن يكون الشرط الأول وقت إطلاق النار، ومن ثم فإن سعوديا ربما وجدت من خلال ما عثرت عليه من فيديوهات تدين الحوثيين باستخدام المطار، وجدته حجة دامغة لأن تدفع به بوجوب من يطالبها بوقف بالتخلي عن هذا الشرط، وهو الفتح المحدود ولعدد من الرحلات، وان تكون هذه الرحلات يعني ضمنيا لا تتضمن ايران او مثلا لبنان. فيبدو ان السعوديه وقفت على مثل هذه الادله واجهت بها الحوثيين. اما بالنسبه للامم المتحده فنحن نعلم انها تشير بنتائج متعدده، ولا اتصور انها سيكون لها موقف واضح من هذه المساله. اذا كان الحوثيون في حقيقه الامر ربما سمعت المتحدث او الذي الاخ الحسني يقول ان الحوثيين لا يمكن ان يستخدموا المطار، بطبيعه الحال هناك خدع عسكريه يمكن ان يستخدم بحيث لا يظن التحالف بان المطار او الجزء المدني منه يستخدم لاغراض عسكريه. والجانب الاخر الحوثيون استخدموا منشات مدنيه، مساجد، مراكز صحيه، مراكز مدارس، كلها استخدموها لاغراض عسكريه، وهذا الحرب في نعم دكتور علي فقدنا الاتصال مرة أخرى، يبدو أن هنالك مشكلة بالاتصال مع الدكتور علي الذهب. حتى يكون معي جاهز مرة أخرى نعود إلى طالب الحسني من بيروت. سيد طالب، ما مصلحة السعودية أن تقدم هذه التبريرات وهذه الاتهامات إن كانت غير صحيحة بحسب قولك؟ دائما ما أكدت السعودية في أي حديث عن فتح مطار صنعاء استعدادها للقيام بهذه الخطوة في حال التزام الحوثيين، بينما ما نشر من فيديوهات حتى وإن كنت لا تتفق معي أن هي أدلة كافية إلا أن الجميع يعني الأدلة الفيديوهات واضحة أن هنالك تجارب عسكرية لعناصر حوثية داخل المطار بأجهزة لا نعلم ما هي. يعني الحقيقة هو الأفعال الذهب كان قد أشار إلى نقطة لها علاقة بأن السعودية يعني فشلت في تقديم الملف الإنساني والملف يعني والحصار على أن يكون هو ملف المساومة وملف المفاوضة مقابل ملفات إنسانية وعسكرية، بسبب ان هناك رفض قاطع ان يستغل الوضع الانساني ويستغل الحصار في الحصول على مكاتب عسكريه لم تحصل عليها السعوديه ومكاتب سياسيه. اما موضوع الادله بخصوص استخدام منشات مدنيه لاعمال عسكريه او تكنات عسكريه، لا اعتقد ان هناك افتقار لحتى توصيف ما هي يعني ما هي المهام العسكريه التي يمكن ان تستخدم هذه التكنات. على الأخير يتحدث عن مدرسة، يعني هل يمكن أن تستخدم مدرسة معينة لإطلاق صواريخ باليستية؟
يعني من من داخل احياء سكنيه مثلا، يعني على الاقل مواطنين سيصورون هذه الصواريخ وهي تنطلق على الاقل، لانه خاصة انه نعم. اذا ايضا هنالك من يقول ان المطار مفتوح امام قيادات الحوثي وارض وايضا جرحاهم عبر الطائرات الأممية مغلق فقط أمام المرضى المدنيين وأمام المدنيين وأمام الرحلات التجارية. إذا ربما لا تريد الميليشيا فتح المطار، هي مستفيدة لاستخدام عذر الحصار وإغلاق المطار في التحشيد وأيضا في معاركها الداخلية. أستاذ طالب هل أنت معي؟ يبدو أننا أيضا فقدنا طالب الحسني، لم يتبقى معي غير السيد سلمان عسكر. سيد سلمان، هنالك من يتهم التحالف بالمراوغة وبالحديث عن ثكنات عسكرية في مطار صنعاء في الوقت الذي يضغط فيه العالم والأمم المتحدة لفتح مطار صنعاء، 7 سنوات وإغلاق المطار أمام آلاف المرضى والرحلات التجارية والوضع الإنساني والاقتصادي بالغ السوء في اليمن. عزيزتي، ليست مراوغات وليست حيل كما يقال عنها، بل هو واقع. هذا الأمر لم يكن وليد الأمس، نعم، أو يومين أو ثلاثة. الأمر هذا يا سيدتي يمتد لسنوات، بتنازل نعم. 4 سنوات، ومن المعلوم ومن المعروف أن توفرت معلومات دقيقة استخباراتية عن استخدام المطار، ولكن لحسن الظن في الأمم المتحدة ومن أجل أن 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 تسير الأمور في مسار السلام وأن يغض الطرف شيئا قليلا، حتى أن الحوثيين يتنازلوا من أجل المصلحة العامة، ولكن للأسف الأمم المتحدة تمادت في دورها والحوثيين تمادوا في الأمر. ولعل رفع الأمم المتحدة مؤخرا الحوثيين من قوائم الإرهاب جعلهم يستغلون المطار عيانا بيانا أمام العالم في صورة تحدي، بما أن الأمم المتحدة سهلت هذا الأمر إليهم. سيدتي، في المقام الأول نحن دائما نجيد، أو أنا أحب التحدث بلغة الأرقام. دعيني نبذة مختصرة عن المبعوثين الأمميين لليمن. في يناير 2016 محمد علي الحوثي يكرم المبعوث الأممي أبو سال إسماعيل ولد الشيخ بحضور عدد من القيادات الحوثية. في 8 مايو 2019 المبعوث الأممي مارتن يكرم بمنزل قيادي حوثي بالصنعاء ويقدم له هدايا من التحف اليمنية. الخميس 14 يناير 2020 المبعوث الأممي ينتقد إدراج أمريكا الحوثيين على قائمة الإرهاب. يعني ما هذا التودد للمبعوثين الأمميين إلا تسهيل وتعصيل لشرعنة الحوثيين حكاما على اليمن. من الأخير، المبعوثين الأمميين من وجهة نظري الشخصية أنهم فقدوا ثقة اليمنيين وفقدوا ثقة المجتمع الدولي فيهم، وإن كانوا مدعومين دوليا، ولكن هي الحقيقة تتحدث يا سيدتي. الأمم المتحدة كان يجب عليها أن تقوم بدورها المتزن والمتوازن والمطلوب منها في اليمن، ولكن للأسف منذ وصول العمر إلى اليمن. شكرا جزيلا لك الصحفي السعودي سلمان عسكر. عودة أخيرة الدكتور علي الذهب، كيف تنظر إلى جزئية الدكتور علي أن التحالف يتهم الأمم المتحدة باستخدام طائراتها للتأكد من عمل وفعالية منظومات دفاع جوية للحوثيين وعدم رد الأمم المتحدة حتى اللحظة على هذه الاتهامات؟ الواقع أنا يعني لا أميل إلى فكرة تخوين الأمم المتحدة وتواطؤها المباشر، مع الحوثيين، ولكن قد تكون هناك بطريقة أو بأخرى. يعني الأمم المتحدة هؤلاء الموظفين ليسوا ملائكة، وهم في كثير من القضايا الدولية يعني تورطوا في كثير من القضايا الدولية، خاصة الموظفين يعني من المستويات المتوسطة وأحيانا من المستويات العليا. على سبيل المثال نحن نتحدث أن هنالك وزراء أو مسؤولين من سلطة الأمر الواقع أو حكومة الأمر الواقع في صنعاء دخلوا وخرجوا عبر مطار صنعاء ضمن الرحلات التي يعني مخصصة للإغاثة أو للجوانب الإنسانية. ومن لا نريد أن نشير إلى بعض أسماء الوزراء، ولكن هذا حصل
وبطبيعة الحال دخول مثل هؤلاء الناس وخروجهم عبر هذه الطائرات هو أيضا بنظر يعني المشاركين من الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. أيضا من أين دخل السفير الإيراني إلى صنعاء؟ في كل الأحوال هناك شواهد كثيرة، ولكن لا نستطيع أن نقول أن الأمم المتحدة مدانة بشكل قطعي وأنها يعني أو متآمرة بشكل مباشر أو منخرطة في ذلك بشكل مباشر، ولعل سكوتها حول هذا الجانب يشير إلى أنه هناك خلل في هذه الجوانب. شكرا جزيلا لك الدكتور علي الذهب، كنت معي من الإسكندرية الخبير العسكري. إذا مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم على المتابعة والشكر لضيوفي ولزميلي معد ومنتج هذه الحلقة الزميل محمد لطف. نلقاكم على خير، في أمان الله.